قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اليوم بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر في مقر إقامة سموه بجمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث يقضي سموه إجازة خاصة. وقد اطمأن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه خلال الزيارة على صحة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله، وهنأه على ما أنعم الله به على سموه من تمام الشفاء والمعافاة بفضل من الله سبحانه وتعالى، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ سموه وأن يعود إلى أرض الوطن سالما معافى وهو في أكمل الصحة والسعادة. من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن خالص شكره وعظيم تقديره لصاحب الجلالة الملك المفدى على زيارته الكريمة وما تحمله من معان نبيلة وحرص دائم من لدن جلالته للاطمئنان على صحته وعلى فيض اهتمامه ومشاعره الصادقة التي كان لها أبلغ الأثر في النفس، مبتهلا سموه إلى الله عز وجل أن يحفظ جلالته وأن يمتعه الله بالصحة وموفور العافية وأن يحفظ مملكة البحرين وشعبها الوفي في ظل قيادة جلالته الحكيمة.